أبدأ بنثر طبقة كاملة من الفستق على القالب بهذا الشكل من جميع الجهات. فهذا يعطيها مذاق وجمالية. الآن وبعدما أخذت حلاوة الجزر القوام المطلوب، سأضعها في قالب البايركس هذا، والذي تم رشه بطبقة كاملة من الفستق. أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي آنخلة والشيف إيفا. معكم شيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي حلاوة الجزر بنكهة الهيل وبدون فرن. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es dulzura de zanahoria con sabor a cardamomo sin horno. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy chef Eva. ولكن وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الحلاوة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير. نصف كيلو من الجزر يتم سلقه لمدة 10 دقائق فقط، بعد ذلك يتم برشه. 100 جرام من اللوز المطحون، 220 جرام سكر، ملعقة كوب من الهيل، ملعقة طعام ونصف من النشا، نصف كأس من الماء لإذابة النشا، وملعقة كوب سمنة حيواني لدهن القالب أي الزبدة الحيواني، وملعقة كوب من السمن الحيواني أيضا لوضعها داخل الوصفة، 100 جرام من مسحوق الفستق. ها هي مقاديرنا. والآن إليكم طريقة عمل حلاوة الجزر بدون فرن. وضعت قدر على النار ووضعت فيه القليل من الماء، وها هو الجزر وبقية المقادير التي ذكرتها لكم قبل لحظات. الجزر هذا تم تنظيفه وغسله جيدا بالماء قبل إعداد هذا الفيديو. الآن أضع الجزر في الماء المغلي ولمدة 10 دقائق فقط، بمعنى يتم سلقه حتى أقل من نصف سلق. بعد ذلك صفيته من الماء وسأبدأ، ها هو، وسأبدأ ببرشه بهذا الشكل. ها هو الجزر بعدما برشته جيدا، وضعته في القدر ووضعته على نار مرة أخرى. سأضع بداخله ملعقة كوب واحدة من الزبدة الحيواني، وبواسطة الملعقة الخشبية سأبدأ بتقليب الجزر. وضعت له الآن السكر وسأبدأ بتقليبه. ها هي بقية كمية السكر وضعتها بالكامل، وعلى نار خفيفة جدا
ها هو النشا، سأضع له الماء وأبدأ بخلطه هكذا حتى يذوب النشا تماما في الماء بهذا الشكل. أما مقادير النشا والماء ذكرتها قبل قليل. ها هو النشا، أضعه الآن جانبا. ها هو اللوز المطحون، وضعته فوق الجزر مع بقية المواد، أي مع السكر والزبدة، وأعاود خلط المكونات مع بعضها بهذا الشكل. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل، النار هادئة. الآن سأضع فوقهم النشا المذاب بقليل من الماء، وأعاود تحريك الجزر مع بقية المواد. أنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة. والشيف إيفا. بسيطة واقتصادية ولا تستغرق وقت طويل في الأعداد. الآن أحضرت هذا طبق البايركس، سأعمل على دهنه بما يعادل ملعقة كوب واحدة من الزبدة الحيواني. أحاول دهنه من جميع الجهات لكي لا تلتصق الحلاوة به ويسهل قلبها بعد ذلك. أحاول تقليب الحلاوة وهي على النار حتى تأخذ القوام المطلوب. سأريكم إياها بعد لحظات. استمر بتقليبها جيدا، ما هي إلا دقائق وتصبح الحلاوة جاهزة. الآن سأبدأ بنثر طبقة كاملة من الفستق على القالب بهذا الشكل من جميع الجهات. هذا يعطيها مذاق وجمالية، بالإضافة إلى أننا أضفنا الهيل أي مسحوق الهيل إلى الجزر أثناء طهيه على النار. أترون؟ الفستق طبقة كاملة داخل قالب البايركس هذا.
هو الهيل، أضفت المزيد منه قبل أن أطفأ عنها النار. الآن وبعدما أخذت حلاوة الجزر القوام المطلوب، سأضعها في قالب البايركس هذا، والذي تم رشه بطبقة كاملة من الفستق. بعد ذلك سأعمل على تسوية الجزر في قالب البايركس هذا، ومن ثم أنتظره حتى يبرد تماما. هذه الوصفات أحبتي خاصة بقناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، ومن إعدادي أنا الشيف إيفا. هكذا تبدو الحلوى معنا. بعدما تبرد تماما سأضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تبرد تماما معنا، فهي تقدم باردة. وهذا هو شكلها بعدما قلبتها من القالب، وضعتها على ورق من الدانتيل بهذا الشكل. وهكذا يبدو شكلها بعدما قطعتها ووضعتها في أطباق التقديم، وزينتها بقليل من الفستق المطحون والفستق الصحيح. بألف صحة وعافية أصدقائي وأحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا، فهنالك من يعاني من عدم وصول الفيديوهات إليه. ننتظر اقتراحاتكم وآراءكم في الكومنتس. وبهذا تكون وصفتنا قد أصبحت جاهزة للتقديم أحبتي. يتم وضعها على ورق من الدانتيل، ومن ثم يتم تقسيمها وتوزيعها على أحبتكم وأصدقائكم. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, dulzura de zanahoria con sabor a cardamomo sin horno. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم حلاوة الجزر بنكهة الهيل وبدون فرن قد نالت إعجابكم ورضاكم. ولكن وقبل أن أختتم هذا الفيديو أحبتي معكم، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس. أنتظر تعليقاتكم الجميلة على فيديوهاتنا. معكم أحبتي تكبر أسرتنا، فهي منكم وإليكم قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. انتظروني بوصفة جديدة وأحبكم كثيرا. أديوس.